بدايه من تاريخ 21/9/2011 لحد النهارده احنا في 2014 ما تنفذش الحكم. ثلاث شركات واخدين حكم في يوم واحد، كاس بشبين وطلعت الستان والمراجل البخاريه. الشركات دول كانت واجهه لجمهوريه مصر العربيه في الخارج. ثلاث شركات دول من الصناعات العملاقه. المراجل البخاريه بالذات انا من كاس بشبين بس هتكلم كلمه عن المراجل البخاريه. الشركه دي بالذات دمروها، ان تدمير شركة المراجل البخارية تعتبر مصر أكملها صناعات على دمرت. شركة المراجل بالذات اتدمرت لتدمير جميع الصناعات المصرية. وإحنا بنطالب من الحكومة، رئيس الوزراء دلوقتي رئيس الجمهورية اداله جميع الصلاحيات، هو مستني إيه؟ مديله جميع الصلاحيات، هو مستني إيه؟ ده في حكم تنفيذي، يعني مش هيخش السجن ولا حاجة، لا ده هو هيخش السجن لو ما نفذش الحكم. وبنقول يعني وزير التنميه المحليه اول امبارح يقول احنا عايزين نعمل مؤسسه وطنيه بضخ استثمارات 10 مليار، طب ما تعمل مؤسسه لسه عالم هتنبني امتى ولا هتشتغل امتى؟ طب ما تضخ ال 10 مليار دول في الشركات المتوقفه هتعمل فرص عمل كتير. احنا بنطالب 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 بنطال